احتضنت قاعة جون فيلار بمدينة أرجنتي ضواحي العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 3 نوفمبر 2018 عرضا مسرحيا لفرقة تانسيف تحت عنوان السفن. هذا العرض المسرحي من بطولة عبد الله ديدان، نورا سقلي، سامية عقري ونورا عقريج، محمد الولادي، عرف حضور جماهير غفيرة من الجالية المغربية والعربية المقيمة بفرنسا. كما عرف هذا العرض حضور مجموعة من الشخصيات والمسؤولين البارزين كالسيدة سعاد الزايري قنصل المملكة المغربية بكولومب، وأيضا مسؤولين عن قنصليات المملكة المغربية بمختلف المدن البارزية. ورغم بعض الاختلالات والهفوات التنظيمية وبالخصوص من أحد المنظمات، إلا أن العرض لاقى استحسانا من قبل جل الحضور الذين تفاعلوا مع معظم فصول المسرحية. كما ثمنوا أيضا المجهودات الجبارة من الجمعية المنظمة كور ميديترانيا برئاسة السيدة نعيمة الدمنسي. راكي كتلعبي بالعافية، راني خايف عليك. الهدف منا سي نكملوا على التقليد ديال اللقاء مع الجمهور وبواحد الفن اللي راقي اللي هو المسرح، اللي كيحمل واحد المجموعه ديال الرسائل، منها انه كينشر ثقافه مغربيه ب واحد الميلونج اونتر تو سكي تراديسيونيل اي مودرنيتي. Et voilà, le but c'est de retrouver un public qu'on n'a pas l'occasion de voir au Maroc. Il y a une jidda, le sila, avec les gens du Maghreb qui sont à l'extérieur. C'est la première fois que j'ai l'Argentaï. Argentaï, c'est Argentaï. Et voilà, ça me fait plaisir. Un public magnifique, très accueillant. très réceptif et ça nous fait très plaisir. Alhamdoulillah, je fais un tafaoul كبير ما بين الجماهير وما بين الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج مع المسرحيه ديالكم. واش غنشوفوا شي عروض اخرى ديال المسرح تانسيف ديال الاوروبيه بصفه عامه؟ ان شاء الله في هذا الموانيت في 25 غنكونوا في بروكسل ان شاء الله. ان شاء الله. وقبل ما نهضر على العمل المسرحي، كنبغي نشكر الوزارة المعنية بالجالية المغربية لأنهم فتحوا لنا واحد الباب كبير أننا نتواصلوا مع المواطنين ديال خارج المغرب. وكنشكر كذلك البنك الشعبي اللي احتضن هذا العمل هذا ديالنا حنايا. العمل هو بحث في التراث المغربي في مسرحية السكن ديال سيدي قدور العالمي. مسرحية كتحكي على قصة وقعة في واحد العصر، في واحد الزمان اللي كانت الثقة وكانت النية، ولكن مع ذلك الإنسان في حد ذاته كتبقى فيه دائما الخيانة وكيبقى دائما فيه الطمع. فالإستوار كتكلم على هاد الأحداث هذه بطبيعة الحال، لأن القصيدة هي قصيدة الملحون، فهي مطعمة بواحد مجموعة ديال الأغاني الملحون. كنحاولوا من خلالها أننا نتوشيو شي حوايج اللي تفقدات عند الجمهور ديال التراث المغربي، ديال كنوصلوا لحكايات مغربية واقعة في الواقع، كنوصلوا لباس مغربي، نغمة مغربية، كلمات مغربية، اللي هادشي الحوايج اللي تفقدات دابا حاليا في الذوق المغربي ديالنا. وصافي، وحنا سعداء بتواجدنا. حنا السعاده الكبيره هي ملي كنتواجدوا مع هاد الناس ديال هاد الاراضي اللي بعاد عن المغرب، مخلي وطن وجي كيتقاتل هنا. هذاك التواصل اللي كيوقع هو الجميل في هادشي كله. لكن تفاعل كبير من الجماهير، الحمد لله دائما التفاعل كاين. التفاعل العرض المقبل ديال تانسيفت باقي، حنا كنشتغلوا دابا في العمل الجاي ان شاء الله، على امل ان نتلاقوا ان شاء الله مستقبلا. بروكسل عندنا جوله في بلجيكا ان شاء الله في الاخر ديال الشهر ان شاء الله باذن الله. الله يطول عمرك بالصحه والراحه والله يوفقكم حبيبي. معنا طاطا ميلودا المعروفه هنا بالديار الفرنسيه. كي جاتكم المسرحيه طاطا ميلودا؟ المسرحيه سي مانيفيك مانيفيك سي اكسترا اوردينير. لا فيريتي سي اول مره راني حضرت في هذه المسرحيه وكنت فرحانه وعجبتني والله يعاونهم والله ينصرهم. سي بيان كوم سون بارتاج لي ريشيس دو كوار. والله العظيم كي دو بونور الى غيسيت الى جوا.